Hi, my name is Chris Thorpe, and I'm with Democracy International. First of all, thank you so much for being here today. As we all know, the July 24th elections are mere months away. However, you describe a very uncertain political context. Aspects of the electoral law have not been finalized. The youth seems to be politically disaffected or very skeptical of the political structure. Also, due to the repression under Ben Ali, there is a lack of capacity, to hold free and fair elections. Tunisia has not had, free and fair elections. So, in your mind, and it's so important right now that these elections in July are seen by everyone, especially Tunisians and as well as the outside world, as free and fair and legitimate, and that they take place without incident. With your experience, what are the major challenges to to free and fair elections in July? What would your recommendations be to ensure that these are conducted in a free and fair manner? يعني هو من بين الأشياء الإيجابية التي تحققت على إثر تحركات الناس في الشارع بعد 14 جانفي لأنها فرضت على الحكومة المؤقتة أنها تحاسب الكثير من رموز النظام السابق سواء كانوا وزراء أو قيادين في حزب الحاك يعني تقريبا هناك 27 وزير سابق موضوع الآن قيد التحقيق بتهم الاختلاسات المالية والرشاوي كثير من التهم ولكن عمليات التعذيب الممنهجة وما يسمى في تونس بالمراقبة الإدارية يعني إنسان لما يخلص السجن بفترة ما يقع إلزامه بسكن في بيته لفترة مضاعفة 5-6 حتى 10 سنوات ما يخرج من منزله يعني يخرج يعني يوميا يجب أن يوقع لدى مخفر الشرطة لأنه موجود في تلك المدينة فهذا التعذيب أيما تعذيب نفسي كل هذه ملفات وغيرها من الملفات مع الأسف ما تزال لم يتم فتحها وأنا ألوم في هذا المجال المتضررين من عملية التعذيب يعني هناك الآلاف من التونسيين الذين تم تعذيبهم في السجون ولكن مع أسف شديد لم يلتجئوا إلى القضاء لمحاسبة من أمر ومن عذب بالنسبة للانتخابات يعني المجلس تحقيق هدف الثورة الذي يتواجد فيه أصدر مرسوما أو قانونا يشكل ما يسمى الهيئة المستقلة للانتخابات وهذه الهيئة تتركب من 15 شخصا وستكون الأولى من نوعها في تونس لأنه في السابق كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على العملية الانتخابية من أولها إلى آخره من قبول الترشحات من مراقبة الحملة الانتخابية من إدلاء الأصوات اليوم هيئة مستقلة فيها قضاة فيها ممثلين عن خبراء في المجال الإعلامي فيها خبراء محاسبون فيها أساتذة جامعيون فيها شخصيات وطنية سيتم اقتراحها من نفس المجلس الذي مجلس تحقيق أهداف الثورة هي التي ستشرف على العملية الانتخابية بأكملها هي ستتقبل الترشحات وهي ستنظر في ملائمتها القانون الانتخابي وهي ستعين المراقبين والمكاتب إلى آخره وهذه الهيئة العليا المستقلة ستكون لديها في كل محافظة هيئة فرعية ستتكفل بإشراف الانتخابات في كل محافظة وأيضا ستكون مستقلة عن الحكومة يعني الشروط القانونية أو الإجرائية لإجراء انتخابات شفافة ممكنة حاليا لكن هناك أشياء لا يمكن أن تتدخل فيها القانون أو يراقبها بشكل كبير
وهي الاعتبارات الاجتماعية. بمعنى احنا في تونس ما زال المنطقة متاع العشيرة ابناء الجهة ما زال موجودا رغم نوعا ما من الحداثة السياسية الى اخره، ما زال قائم ذات. فكيف انت تضمن مثلا شخص مترشح انتخابات من قبيلة معروفة انه لا يشتري اصوات او يتحالف مع قبيلة اخرى او شيء من قبيلة. هذا لا ينظمها القانون لكن تنظمها لعملية المراقبة. الحكومة المؤقتة أعلنت أنها ستفتح الباب أمام المنظمات الدولية ليست للمراقبة الانتخابات وإنما للملاحظة، يعني تونس الملاحظين لمتابعة مجريات الانتخابات. Because in Tunisia there is a difference between monitoring and observing. So international community is allowed to observe, not to monitor. It's Tunisians who are allowed to monitor. So this independent committee will have monitors all over the country, but the international community is about to observe and just to make sure that everything is done. وزيادة على ذلك هناك تقريبا لحد اليوم 53 حزب سيشارك. تخيلوا هذا الكم من الهائل من الأحزاب زيادة إلى قائمات لمستقلين عن الأحزاب السياسية ستشارك في الانتخابات. فكيف أنت تضمن مثلا توزيع عادل للتغطية الإعلامية 53 حزب؟ هذا أيضا لا يمكن القانون أن يتدخل فيها بشكل كبير بقدر ما هو دور المجتمع المدني لمعاينة أي إخلالات تصير تحدث أي أثناء الفترة الانتخابية. ولا شكرا جزيلا. اسمي كورتني راج، أنا مدير البرنامج أنا الحرية التعبير هون في فريدم هاوس. أصل إذن كنا صحفية ومدونين وشباب الذي شوف الثورة وحدث الثورة الحداث بعد الأبتاشر جانفيه وحلا كيف الدور للمدونين والشباب والصحفيين مثل كلمة راديو كلمة راديو 6 والشو اسمه independent on demand حلا.